السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج ممتاز جدا اسمه فورميت ات تبع شركة اوتوديسك، بنفس سهولة السكتش اب. لو انت عايز ترسم مثلا اي حاجة، مثلا مستطيل، وبعد كده سهل جدا انت تعمل عليه سيلكت وتعمل له اكسترود وهكذا، تبدأ ترسم الشكل دوت، وبعد كده تقول له مثلا فايل وتقول له ان انت عايز تسيف الملف دوت، وبعد كده عايزين ندخله جوه الريفت. عملت له فايل سيف اس وسيفه مثلا على الديسكتوب بامتداد AXM 1 2 3 سيف. وبعد كده هروح لبرنامج الريفت، اروح لانسيرت واقول له امبورت كات. امبورت كات بنلاقي جواها حاجات كتير قوي، الراينو بنلاقي جواها السكتش اب، بنلاقي جواها الاي سي اي اس دي جي ان دي اكس اف والفورمت اهو. وهقول له ان انا عايز الملف دوت اهو، والبوزيشن بتاعه 00، والامبورت يونت هسيبه هو يكتشف اليونت بتاعتها. جاب لي الملف اهوت، اقدر اقول له طوره لي بقى في 3D. تمام، خلينا نلغي السكشن بوكس، يبدا يظهر معايا بالشكل دوت. تمام، ملف او AXM امبورت كاتيجوري، هتلاقي الملف اهوت. ولو انت عامل ليرات، لان انت ممكن تعمل اكتر من لير في قلب الملف دوت، هيبدا يظهر هنا، فتقدر تخفي بعض الليرات تظهر البعض.